القدس تي في، عيش الخبر أينما كنت. أضاءت بيت لحم المشهد من جديد، وأشعلت الشموع احتفالا باعتمادها من قبل اليونسكو وإدراجها على لائحة التراث العالمي. أطلت بيت لحم بتاريخها وعراقة أثارها لتدخل قائمة التراث العالمي من أوسع الأبواب، بعدما حازت على 13 صوتا من أصل 21 في التصويت الذي أجرته لجنة التراث العالمي في سان بطرسبرغ أواخر الشهر الماضي، في حين عارضت إسرائيل ذلك واعتبرته انتهاكا لاتفاقية التراث العالمي وصورتها. الخطوة اللي تمت في غاية الأهمية، فيها تعبير عن إقرار المجتمع الدولي بسيادتنا على المكان، هذا المكان الذي نقف فيه الآن، وفيما يمهد إن شاء الله للإقرار الدولي الكامل بسيادتنا على كامل الأرض المحتلة منذ عام 1967. والشعب الفلسطيني إن كان هذه المرة قد نال بيت لحم القديمة على قائمة التراث، فقريبا سينال الدولة الفلسطينية كاملة السيادة. بيت لحم مهد المسيح عليه السلام تعتبر من أبرز أماكن الحج لدى المسيحيين لوجود كنيسة المهد فيها، كما أنها أول موقع سياحي في الأراضي الفلسطينية أمها نحو مليوني زائر في العام الماضي. نجحنا في تثبيت كنيسة المهد والعديد من المعالم بيت لحم كعناوين رئيسة في هذا الإطار. وقد جاء إدراج بيت لحم على قائمة التراث العالمي بعد طلب فلسطيني عاجل بذلك بسبب التلف والتخريب الذي لحق بمجمل البنية المعمارية لكنيسة المهد، وبعد حصول فلسطين على عضوية منظمة اليونسكو في تشرين الأول أكتوبر 2011 إثر تصويت أثار غضب الإسرائيليين والأمريكيين. أيسر البرغوثي، تلفزيون القدس. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، يوتيوب وتويتر.